هذه زنقة الغزوات. ما عنديش شي زوم كبير غير 18135. بوكانون، هذه هي بوكانون من حي النصر. تحية الناس حي النصر. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. احنا رانا كنتواجدوا في احفير مس اسماعيل. هو مرحبا بكم على صفحه اليماني. بزاف نتاع الناس قالوا لي بغينا نشوفوا بوكانون، بغينا نشوفوا بوكانون. ماشي كاملين المغاربه، كاين اللي جزائريين وبغاو يشوفوا بوكانون من هنايا، وكاين اللي مغاربه عاوتاني وبغاو يشوفوا بوكانون من هنايا. اخوتي بعدا شوفوا الجو كي راه داير في احفير، روعه روعه ما شاء الله. الاجواء جميله في احفير، وحنايا في طريقنا الى بوكانون. هذه زنقه الغزوات. فوالا، هذا هو الشارع. هذا الشارع سميتو زنقه الغزوات. هذا اللي من هنا كيهود سميتو شارع بوكانون. وانا هافر راني نشوف بعدا شويه الاجواء في احفير، وحنا في طريقنا لبوكانون. هذا الحي اسماعيل اخويا، ما دير حي النصر. تحيه الناس حي النصر، مدينه احفير. شوفوا الاجواء، تبارك الله تبارك الله، مدينة احفير الجميلة. وهذا السيكتور هذا جابني كلشي، هاد الناس اللي هنايا دايرين الشجر ديال الليم. المهم حنا كنقولوا الليم، راني عارف اغلبيه كيقولوا الحامض. كاستي سمعي الحامض ولا الليم؟ حنا كنقولوا الليم. نتوما واش تقولوا، الليم ولا الحامض؟ واش الليم ولا الحامض؟ شو شو الرحمن بزاف هنا، ولا شي واحد راه مهلاه فيهم؟ باين هنا كاين هنا شي حمام. ما شاء الله، بحال راك شي جنان. اللهم بارك. انا واستي سمعنا، رانا قرينا لي كومونتير كامل اللي درتو لنا في الفيديو تاع قبل. بالنسبه للناس اللي شافوا هذا الفيديو، ما شافوش الفيديو قبل، درنا واحد الجوله في احياء مدينه احفير. اللي بغى يشوفوا اللي اللور غادي يلقاه. تحيه لكم كاملين، سواء مغاربه سواء الجزائريين اللي كانوا يقولوا كلام زين، واللي كانوا يقولوا كلام مرون. هذوك ما عندنا ما ندير. الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهدي الجميع. واخيرا وصلنا الفيو ديال بوكانون الجزائريه. اخوتي اللي ساكنين في هذه الجهه، تحيه لكم. والناس بوكانون راهم يشوفوا هاد الديور، هادو هما الديور اللي كيبانوا لهم. المهم غادي نريضوا هنايا ونزوميو لكم وتشوفوا. وهنايا كاين واحد دو كافي تريح هنايا، فوالا. وبوكانون ها هي، غادي نريض ونزومي عليها مزيان. تحيه للناس بوكانون باب العسه كاملين. جبت اسمعني اخويا هنايا الكاميرا باش نديرو الزوم. الكاميرا بعدا شويه عندها الزوم، داكشي مريقل. ما عنديش شي زوم كبير غير 18135، دونك ما غاديش يكون الزوم كبير بزاف. بديو بهادي، هادو هما الديور تقريبا التوالا كاع اللي راهم يبانو. وتما راه باينه كاينه شي طريق اللي كيفوتو بها اللواطا كما كتشوف. المهم غادي نبداو من هنا ونمشيو مع شفتو. شوف بوكانون، هذه هي بوكانون من هكا كنشوفوها حنايا من هنا بالجهه ديال احفير. شفتو واحد المسجد في الرهيبان. زيد 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 زيد، هذوك اللي راك تشوف واش غادي نخضر هذوك فوق السطوحه، دوك البوتيات، بوتيات نتاع الماء والريزويات هذوك اللي فوق الديور. زيد 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 زيد، ما كيبانوا لي هادشي علامات خضر تاع علامات الجزائر تما، ما عرفتش واش هذيك، بحال شي مقاطعه ولا ما عرفتش. المهم اللي راه صحاب بوكانو يقولوا لنا واش كاين في ديك البلاصه. زيد 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 زيد، سي اسماعيل راك تشوف هنا، راك ناعس. زيد زيد زيد، واحد المسجد راه يتبنى واقيلا لهيا. صبر زيد 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 زيد، ها هوك مسجد هذاك راه يتبنى. وهنايا الرايه ديال المغرب.